اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. هذه الحلقه راح نتكلم عن بعض الالبومات اللي نزلت في الراب المغربي في سنه 2021. لايك سبسكرايب انشر حق اصحابك شايفين المحتوى السهل النشر. يا قادر راح نتكلم عن الالبومات اللي نزلت في المغرب. انا شخصيا احب الالبومات، اعشق شيء اسمه البومات، اعشق الرحله حقت الالبومات من البدايه للنهايه، موضوع، فكره، طريقه، جهد، ترابط، تسلسل. فانت تقدر تحكم على الرابر من البوم واحد او من البومين او من مكسيب او من اي بي عكس السنجل. اما لما انت تنزل سنجل واحد اثنين ثلاثة اربعة تجرب هنا تفشل هنا، التجربة ما هي كاملة، الرحلة الموسيقية ما تكمل بكل صراحة الا مع الالبوم. فللناس اللي ما تسمع البومات فاتكم نص عمركم. ترى الاستماع للالبومات عكس الاستماع للتراكات السنجل والفيديو كليبات اللي تنزل في اليوتيوب، ترى مره فرق، التجربه مره مختلفه، وللناس اللي تسمع البومات تعرف الفرق. فهذه الحلقه راح نتكلم عن ثلاثه البومات نزلت في الراب المغربي هذه السنه، بالنسبه لي تقريبا افضل ثلاثه البومات نزلت في الراب المغربي. راح نتكلم عن الايجابيات والسلبيات ونقيمها من 10 بتقييم الشخصي المتواضع. واول البوم راح نتكلم عنه في هذه الحلقه البوم انكوني عربي. هذا الالبوم تحفه موسيقيه، اذا بتهدي حبيبتك هديه اهديها عربي كده، اقول لها اسمعي هذا الالبوم راح يطربك، هذا الالبوم راح ياخذك من محل لمحل ثاني في الوعي الموسيقي بطريقه كتابه تنكوني وفلسفته وذكائه في الكتابه ونفس الوقت في الالحان الاحترافيه. يا اخي الالحان فيها ابتكار، في بعض الناس يسوون لك الحان متشابهه، هذا شيء سلبي وايجابي نفس الوقت، لكن انكوني في الالبوم الحانه ابتكاريه، الحان ممكن انت اول مره تسمعها عند انكوني. بصراحه هذا الشيء رفع سقف المنافسه في الالبومات بشكل مره كبير، لانه بالنسبه لي تقريبا هذا الالبوم من افضل الالبومات اللي نزلت هذه السنه الين الان، متوقع تكون برضو من افضل الالبومات راح تنزل في هذه السنه بشكل كامل مع نهايه السنه. البوم عربي كان له ايجابيات وسلبيات، خلينا نتكلم اول شيء عن الايجابيات. الايجابيات انه هذا الالبوم له هويه موسيقيه، وهذا الشيء صراحه ينقص كثير من الرابز انه بيعملوا البومات بدون هويه. ايش هي الهويه الموسيقيه؟ الهويه الموسيقيه انه تكون الاعمال فيها شيء يربطها في الالبوم، يعني انت لما تنزل تقريبا 13 عمل او 12 عمل لازم في شيء يربطهم مع بعض ويسوي لكم البوم، مو انت تروح تسجل اغاني سينجل كثير وتحطها كلها في البوم واحد وتقول للناس انه هذا البوم، لا هذا ما هو البوم. الالبوم لازم الاعمال يكون فيها ترابط، كم من ناحيه الفكره، كم من ناحيه البيت، كم من ناحيه الكتابه، كم من ناحيه الموضوع. بعض الاحيان انت ممكن تقدر تسوي البوم كامل نفس الموضوع بس بوجهه نظر مختلفه، وهذا الشيء اللي تميز فيه البوم عربي، الهويه، هويه انه المواضيع كلها تقريبا بتدور في نفس الدائره، وهذا الشيء الصراحه جدا ايجابي لانه طريقه المواضيع كلها مترابطه فطلع لك البوم غريب، انه انت بتسمع كل عمل بتسمع العمل اللي بعده تحس انه العمل مختلف لكن نفس الوقت تحس انه العمل مترابط مع العمل السابق. وهذا الذكاء اللي لعبه انكوني في البوم عربي، للناس اللي سمعت الالبوم بالترتيب هي تعرف انا ايش قاعد اتكلم. السلبيات اللي في البوم عربي بالنسبه لي سلبيتين، السلبيه الاولى كنت اتمنى الصراحه انه الاقي تعاونات مع رابز من الصف الاول في الراب المغربي، كنت متوقع كده يكون في تعاونات كثير، لكن للاسف ما كان في تعاونات كثير مع الرابز الصف الاول في الراب المغربي. والسلبيه الثانيه بصراحه الفايب، في بعض التركات الفايب فيها كان متشابه وهذا الشيء انا اشوفه سلبي، بعض الناس ما يشوفوه سلبيه لكن انا اشوفه سلبيه، وتقييم لهذا الالبوم 9 من 10. الالبوم الثاني راح نتكلم عنه في هذه الحلقه البوم الفرده تونتون. انا طايح نسنانا والله الموسيقى شيطانا فينا مدوك ديك النمانا كل شيء ما شاقوش مشي. بصراحه
انا ما اسمع للفرد ده، ما يعجبني. وكثير من الناس بيقولوا لي كيف انت ما تسمع للفرد ده، اسمع للفرد ده، ارسلوا لي اعماله دائما في الانستغرام، اسمع اسمع اسمع. دائما ما اسمع له بكل صراحه، لانه انا سمعت له تراكات سابقه وما كان يعجبني بكل صراحه، في الكلاشات اللي كان يسويها طريقه كتابته ما كانت تعجبني. فكثير من الناس قالوا لي اعطيه فرصه واسمع للبوم. يا جوستافو اسمع للبوم بعدين احكم. سمعت الالبوم بكل صراحه، كنت بحاول اتصيد اغلاط وكنت بحاول انتقد، لكن اتفاجأت الصراحة انه في الالبوم في شخصية الفردة ما وضحها الا في الالبوم. اكتشفت شخصية صراحة جديدة له في الالبوم، وهذا الشيء الصراحة اللي مرة عجبني. من ناحية التنويع، من ناحية التنويع ممكن هذا شيء ايجابي وسلبي في نفس الوقت. هو صح انه نوع مرة كثير، في اعمال اصلا ما هي راب في هذا الالبوم، نوع من ناحية البيت، نوع من ناحية الفلوات، من ناحية حتى الهندسة، من ناحية حتى كتابة الكلمات. من ناحية السلبية كان في تنوع مرة كثير، فكان في تشتت. فإذا أنت قاعد تسمع الألبوم من البداية للنهاية، في بعض الأعمال راح تسوي لها سكيب، راح تسوي لها سكيب لأنه ما هي نفس التايب، ما هي نفس المود. يعني أنت بعض الأحيان في أعمال تعطيك مود معين، فجأة العمل اللي بعده يكون صاخب، فيخرجك من المود ويخليك تتوتر، تعمل سكيب للتراك. وهذا الشيء الصراحة مرة سلبي في هذا الألبوم. لكن بعض الناس ممكن بيشوفوا هذا الشيء إيجابي، إنه الفردة جرب استايلات مرة كثير في هذا الألبوم. بكل صراحة في بعض التراكات كان صعب مرة إنه أنا أقدر أفهمها بشكل مرة كامل، لكن استعنت في بعض المغاربة قدروا يوضحوا لي بعض المصطلحات وبعض الكتابات اللي كتبها الفردة في هذا الألبوم. كتابته كانت مرة صعبة علي كأنا إنسان مبتدئ في اللهجة المغربية، لكن بصراحة الدليفري كان خرافي. الدليفري حق الفردة في هذا الألبوم، أنا سمعت له تراكات كثير قبل، كثير تراكات سمعت له وما كانت تعجبني بكل صراحة. كانت عندي مشكلة مع نبرته ومع الدليفري قاعد يسويه، لكن في الألبوم أعطاك دليفري مختلف ومتقن. هذا الشيء مرة عجبني، هذا الشيء خلاني أحمل كثير من التراكات من هذا الألبوم في جوالي أصلا، وأسمعها كل يوم في السيارة أنا رايح الدوام وأنا راجع تقريبا. لعبنا في الزنقة تمزقنا بكاسيطة، عقل للعيشة شحال كانت بسيطة، سويرج في بيبسي شفنا ديزاتلات. لكن كانت في سلبية مرة مستفزتني في الألبوم، من ناحية أنه في ألحان كانت جدا سيئة، فلما اللحن يكون سيء أداؤه على اللحن بيكون أسوأ. فهذه الأعمال الصراحة سويت لها سكيب، ما قدرت أسمعها ولا مرة واحدة، سويت لها سكيب بكل صراحة. لكن بشكل عام تقريبا حملت 5 تراكات من الألبوم، وهذا رقم جيد الصراحة من ألبوم الفردة. تقييم الشخصي لألبوم الفردة 7/10. الألبوم الأخير راح نتكلم عنه في هذه الحلقة عشان نكون واضحين أكثر، هو AB ما هو ألبوم. إيش الفرق بين AB والألبوم؟ AB ألبوم مصغر، دائما يكون تقريبا نص درزن، 6 تراكات 5 تراكات، ودائما يكون أقل من نص ساعة. أما الألبوم الكبير الـLP دائما يكون تقريبا 13 تراك 14 تراك وأكثر، أكثر من نص ساعة، ودائما الألبوم يكون فيه له مجهود أكبر وجهد أكبر، ويكون فيه له تعاونات وأفكار أكثر وترابط أكثر. أما الـAB يكون شيء خفيف لطيف، دائما إذا أنت قاعد تمهد لألبوم مستقبلا الـAB دائما يكون ما فيه له فيتات، الـAB دائما يكون مختصر على الرابر نفسه إذا بيتكلم عن موضوع معين، عن جزء في شخصيته، وهذا الشيء اللي سواه اسمال إكس. أما شي حد ما وراني طريقي، قال نفسي طلعت بيهم في طريقي، بس مني نفس البرهوش اللي عنده نفس. بصراحة أنا حب شايفين، عاشق شايفين، كنت مرة فان لهم وأسمع أغانيهم ويعجبوني مع بعض. انفصال شايفين كان شيء زعلني بصراحة، انه ليش انفصلوا يا اخي، هم كانوا مره كويسين يا اخي، دائما كنت اسمع لهم. 2017 كنت كل يوم تقريبا اسمع لهم. لكن بعد ما نزل سمول اكس الـAB بديت افهم سمول اكس كيف اتغير من ناحيه الوعي، من ناحيه النضوج. يا اخي هو كان رابر، كان في الشباب، كان دائما مراهق، للناس اللي يسمعوا له كانوا ايام زمان. لكن لما تسمع له الـAB بتحس انه هو كبر، بتحس انه هو نضج من ناحية الطرح، من ناحية الفكرة، من ناحية المصطلحات اللي قاعد يستخدمها، من ناحية المواضيع. مرة عجبني الـAB، حملت تقريبا كل الـAB حاليا في جوالي وقاعد أسمع الـAB بشكل مستمر كل يوم، لأنه عجبني النضوج اللي وصل له سمول إكس. وحاول يوصل لك في هذه الـAB شخصيته والحياة اللي قاعد يعيشها
بمنظور مختلف، بمنظور شخصي أكثر بكل صراحة، وهذا الشيء الصراحة جرأة منه أنه قدر يطرحه في أي بي. فأنا شخصيا جدا منبهر بهذا الأي بي، وقيم هذا الأي بي تقريبا 8 من 10. لقيت كثير من الناس بيقولوا انه الالحان متشابهة، طريقة الاداء متشابهة بين التراكات، لانه اي بي الاي بي البوم مصغر، لازم تكون الالحان متشابهة عشان انت تقدر تسمعها ورا بعض كده، تسمعها بشيء مره سريع كده، تاخذها على الماشي تسمعها كلها في جلسه واحده، في نص ساعه تقدر تسمع الاي بي بشكل كامل. فعشان كده انا اشوف انه فكره كويسه انه الالحان متشابهه، الاداء متشابه، الفايب متشابه، فحس انه اي بي خفيف لطيف تقدر تسمعه في جلسه واحده. وانا مره عجبني الصراحه، وحملت تقريبا اغلب التراكات وقيمه تقريبا 8 من 10. وهذه الالبومات اللي تكلمنا عنها في هذه الحلقه، اكتب لي تحت الكومنتات ايش رايك بهذه الالبومات وكم تقيمها من 10 شخصيا. اعيد وازيد، انا مره عاجبني الوعي اللي وصل له الراب المغربي من ناحيه البومات في اخر سنتين، من ناحيه الجمهور او من ناحيه رابز. الرابز بيخططوا، بيسوقوا، بيسووا ألحان خاصة، بيفكروا، بيصنعوا جهد مرة كبير قاعد يحطوه الرابط بكل صراحة، والجمهور قاعد يقدر هذا الشيء، وقاعدين نشوفه في المنصات الصوتية من ناحية إنهم قاعدين يسمعوا بشكل رسمي، وهذا الشيء قاعد يجيب دخل للرابط، فحس إنه الدائرة ممكن تستمر في الأيام القادمة بشكل أكبر، وراح نلاقي ألبومات بشكل أكبر في الراب المغربي، لأنه الإقبال صار مرة كبير من ناحية الجمهور للألبومات وثقافة الألبومات. شخصيا أتمنى العالم العربي كله يكون عنده وعي كبير زي الراب المغربي من ناحية الألبومات في آخر سنتين، لأنه هذا الشيء ممكن راح يطور الراب بشكل مرة كبير، الراب العربي، ويخليه يستمر ويخليه يدخل فلوس أكثر ويخليه احترافي بشكل أكبر. لايك سبسكرايب، مشاركة أصحابك، شوف إنه محتوى سهل النشر. Peace out.